الله عليكم يا شعب مصر، في المحن والأزمات بتقفوا جنب بلدكم كلكم إيد واحدة، وبتثبتوا إن المصريين كلهم كلمتهم واحدة في دعم بلدهم وقضاياها ومواقفها، وأهو الأيام بتأكد كده دلوقتي في الأزمة الحالية. إيه اللي المصريين بيعملوه وإيه سر أهميته؟ وإزاي ده يعتبر تفويض تاني للرئيس؟ كل ده وأكتر هتعرفوا في التقرير ده من 5 بالعربي. تقريباً الجيل بتاع التمانينات والتسعينات ده جيل حظه قليل شوية، لأنه طلع على العالم وهو في حالة غليان وصراعات وكورونا وكل الحاجات اللي تقريباً محدش شافها قبلهم. لكن الحقيقة إن الأزمة الحالية اللي بدأت يوم 7 أكتوبر اللي فات ومستمرة لحد دلوقتي تعتبر أكبر وأخطر أزمة بتعيشها المنطقة، يمكن حتى تقريباً أخطر سياسياً وتاريخياً من أكتوبر 73. عشان كده الشارع المصري والعربي في حالة احتشاد كبيرة جداً في دعم القضية دي وأهالينا المحاصرين في القطاع. الدور المصري في الأزمة دي كان واضح جداً في دعم الأشقاء، وبالتأكيد على رفض محاولات تهجيرهم من أرضهم وتصفية قضيتهم على حساب الدول المجاورة ليهم بما فيهم مصر طبعاً. مش بس كده، دي مصر كانت أول دولة جهزت قوافل كبيرة جداً من المساعدات عشان تدخلها للقطاع، واللي محملة بإمدادات إنسانية وطبية كبيرة جداً لمساعدتهم. أما أهم مكان في موقف مصر فهو تصريحات ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أكد إن مصر بتدعم القضية دي بشكل واضح جداً وإنها ضد تهجير أهلها وترحيلها من أرضهم. الرئيس أكد إن مشكلة القضية دي ما كانتش بدايتها يوم 7 أكتوبر اللي فات، وإنما بدأت من 75 سنة مع النكبة الأولى، واستمرت الأزمة دي رغم كل المحاولات المستمرة لوضع حلول ليها، ورغم تقديم الدول العربية للمبادرة العربية سنة 2002 واللي تضمنت تقديم حل مرضي عن طريق عمل التطبيع مقابل إقامة الدولتين، واللي تسمى وقتها بسياسة الأرض مقابل السلام. لكن رفض الجانب الآخر للحلول دي وتجاهله لحقوق أصحاب الأرض هو اللي وصلنا للحظة دي. المواقف العظيمة والمشرفة للرئيس السيسي كان ليها صدى كبير جدا في الشارع المصري، وده تمثل في مظاهرات التفويض والتأييد اللي أخذها الرئيس السيسي من المصريين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في بعض التحركات الشعبية المصرح بيها وفق القانون. المصريين أكدوا إنهم واقفين ورا القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي وحدودها وسيادتها على أراضيها، وإن 100 مليون مصري مستعدين لكل حاجة حتى لو هيضحوا بأرواحهم في سبيل حماية مصر وحدودها وترابها. كمان الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية كان ليها دور محترم جدا وواضح في دعم موقف مصر من القضية دي، والتأكيد على إن حدود مصر وسيادتها خط أحمر، وإنها مش هتسمح أبدا بتصفية قضايا الغير على حسابها أبدا. فهل تفتكر إن مصر هتلجأ للتلويح بالخيارات العسكرية لحماية حدودها من خطر التهجير؟